طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سلام باتش نوت 6.23. طبعا هذا الباتش ما زال برضه في البري سيزون. شوية تعديلات على مجموعة تشامبيونز وكم ايتمز, تعديلات مش بطالة. نزلوا المنت اللكس المفروض او يعني حينزل سام تايم في الباتش, في الباتش هذا هو ما ظنوا فعلوه اليوم, بس حيفعلوه قريبا في القريب العاجل. اول تشينج عندنا شيفانا, عملوا لها ماينر ريورك صغير, الباسيف حقها غيروها خلوها يعني كل ما زودوا عليها هذا اللي التعديل حقت الباسيف حقتها ايش تسوي, كل ما تقتل المنتال دريك اي واحد من الدريكس يزيد الدامج اللي تسويه في الدراغون فور. شيفانا ديل 10 مور دامج تو المنتال دريك, سوري تسوي دامج زياده على 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 على, على الدريكس 10% على الدريكس. طبعا هذا التشينج ينفعها في السولو كيو بس ما اظن حيفرق في ال سي اس, ما حنشوفها في ال سي اس اصلا بسبب التعديل هذه لانه مره ما هو كونسيستنت. اذا كانوا حيتمكنوا انهم ياخذوا دريك حتعطيهم شويه ادفانتج زياده دامج على دريك, اذا ما كان يقدر ياخذ دريك حتكون الباسيف هذه ما لها اي معنى. شالوا الدبل حق الباسيف, يزود البونس ارمور ماجيك ريزيست خلوه 5 بدل 5 10 15 20 كل ليفل. فور ايتش اليمنتال دريك شيفانا اور هير الايز ديفيت شي جينز اكسترا 5 ارمور ماجيك ريزيست, وهذا الشيء الثاني اللي حيخليها تنفع في الميتا هذا حبتين لانه حتصير مره تانكي بزياده. كل او طبعا لو جبتوا دراجون, كل دراجون تجيبه تاخذ 5 ارمور و5 ماجيك ريزيست, يعني لو جبت 4 و5 دريكس حيكون عندها 25 25, وهذه تقريبا نص ايتم نص ايتم نص ايتم ماجيك ريزيست نص ايتم ارمر. ففي نهايه الجيم او ميد تو ليت جيم حيكون عندها شويه تانكين زياده, تقدر تجلس فرونت لاين. هات كده الدبليو حقتها ما تغيرت كثير بس ضافوا انتراكشن جديد, صار لما تروح دراغون فور عشان دراغون فور يصار يكبر حجمها, يصار يكبر حجمها 350 360 380 في الرنكات هذه الثلاثة, فحيبان انه حجمها اكبر الدبليو على اساس الدراغون صار اكبر. بعد كده الاي وعلى دراغون فور شيفانا كان تارجت فليم بريث اني وير ويذن ذا ماكس رينج. طبعا سووا لها نيرف على الدامج حقها شويه, وسووا لها نيرف على السبيد حق على الهيت, بس عشان كبروا الدراجون فورم قلنا يا شباب اصلا حيكون الرينج حقها تقريبا متساوي بس الدامج اقل. طبعا زودوا موديفاير صغير, الحين تقدر ترمي الاي حقها ماكس رينج في اي جهه الدراجون فورم, هذا اللي بيقولوه. وفي نفس الوقت لو صقعت بيها احد حتنفجر تسوي اي او اي هيت, يعني لو صقعت بيها احد حتصقع في اول واحد, لو في اثنين واربعة مثلا رميتها حتصقع على اول واحد وحتسوي انفجار كده وتسوي اي او اي هيت جنبه. التعديلات البقيه كلها على الديوريشن تجلس 4 ثواني, طبعا لو انفجرت او حتجلس في الارض الفليم 4 ثواني اي احد يمشي فوقها ياخذ شويه دامج زياده, وهذه الزون حقها. وهذه طبعا التعديلات هذه ايش فرقت معها؟ ما فرقت ولا شيء غير انها صارت تسوي اي او اي دامج زياده, فلما تلعب فيها على تشوك بوينتس في محلات مقفله صغيره الدراجون فورم حقها مره ممتاز. غير كذا ادوا لها كذا كواليتي اوف لايف تشينج, تعديله بسيطه على الالتي حقتها, صار الالتي حقتها لما تسويها اول كان ممكن تسحبها بثريش ولا تسوي لها نوك باك ولا تسوي لها هذا, دحين ما تقدر تسوي لها انتربت على الالتي حقتها, فهي مسويه جمب مستحيل توقفها نهائيا. نقصوا الدامج حقها مره ثانيه وزودوا الهيلث, زي ما احنا شايفين كده كل شيء سووه فيها زودوا اليوتيليتي فيها, خلوها تانكي زياده, خلوا السي سي عليها اقل, زودوا الهيلث حقها, فيبغوها تلعب شويه تانكي على اساس دائما الميتا هذا كله تانكس واساسنز وتش غريب, بس حيخلوها تقدر تعيش في الميتا هذا. الشيء الجديد برضو اللي هو دراجون فورم, زيد حجمها 8% 16% ترانكس 2 13, فهتلاقيه ويا دراجون دحين كده مفنغره كبيره على 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 قله سنه من دون اي حاجه. بعد كده شويه تشينجز على كاري, ادوها كم بف صغير على اساس تقدر اظن تتماشى مع الريميكس حقت الاساسنز عشان يبغوا يشوفوها في الجيم شويه حبتين. زودوا الهيل ريشيو هذا لما ترجع هيلث خلوها 0.6 بدل 0.6 اكشلي نفسها مع زائد يس زائد ال 0.45, فزودوا الهيلث لما يرجع. عارفين اكاري من الشامبيونز اللي تسوي سبيل بام كثير او ترجع هيلث كثير, فزودوها بيست على الابيليتي باور طبعا, وزودوا الدامج ريشيو برضه نفس الشيء على اساس
بالانسنج بسيط. باج فيكس ما هو ضروري. الدبليو حقتها نقصوا الاي جي حقتها ل من يعني من 60 ليت جيم ل 40 ومن بدايه الجيم 60، هذا حيخليها تقدر تسوي دبليوز اكثر يعني، مش يمكن السي دي حقها ما تغير بس هذه. والاي زودوا حقها الدامج برضو، هذه كلها بالانسنج تشينجز. ما اظن ترجع اكالي للبيتا بس حتكون فايبل انه انت تلعبها، ما عندك اي مشكله. انيفيا زودوا الكول داون حق نقصوا الكول داون، سووا لها باف برضو عشان تقدر تتماشى مع يعني بعد الالفا النيرف اللي صقعوها اياها في الباتشات اللي فاتت، قالوا يرجعوها شويه للجيم على اساس في ماتش ابس مره انيفيا تنفع فيها كويسه. 25 ثانيه خلوها 17 ثانيه اللي هو الوول حقها. الايز زودوا الدامج عليها ونقصوا الكول داون كمان، بس في شرط اوكي، يعني الكول داون حقها كان كل 4 ثواني او الرانكس بدل 5 ثواني، وتسوي 200% دامج على التارجت اللي صار عليه الكيو والفلاش فروست ولا الار، يعني عليه فروست. انت عارفين انيفيا لازم تحط الباسيف حقتك عليها، انت بلا سويت الكيو ولا واحد ولا سحبت الار حيصير عليك الفروستد. لو عليك الفروست يديلز 200 ماجيك دامج، ا فولي فورمد ار جليشير ستورم كيو فلاش فروست، ولا بدل ما كانت بس حطيت الالتي، تفاكرين كلهم كانوا يجوا بس يحطوا الالتي ويرمي الاي على طول، لا لازم الباسيف تيجي عليك وفول تتعب. اوكي الالتي حقتها تايم تو فولي فورم كان 3 ثواني صارت ثانية ونص عبر ما تطلع كده كاملة. دامج بير سكند كان 80 خلوه 40 60 80، قللوا الدامج حق الالتي بس زودوا الفروست بايت دامج اذا كانت فولي فورمد. الريشيو حق الابيليتي باور زودوه سوري نقصوه، كان 0.25 دحين 1.25 امباورد ستورم ديلز 300 دامج سيم دامج از لايف امباورد دامج. إيفلين ريموف شادو سكرين نو لونجر ديسبلايز ا جريت انت، هذا بس كذا شكل ما في شيء تغيير. كاترينا سووا لها موفمنت كوماندز ار كانسلد اف شامبو تارجتس ا بلانت اور انمي تشامبيون، هذا برضو بس تعديل على اساس لو نقزت على بلانت ولا على تشامبيون، لو هي بتتحرك في الهواء اول كان وانت ماشي بتسوي جمب شامبو على البلانت يتحرك بيقوم تمشي على طول، ثبتوها بس بكل بساطه. لكس بعد كده الالتي حقتها has rendered be easier to read ولا شيء، صار الناس وهي بتضرب دحين تشوف عليها كده زي الخطين حمراء على الاطراف كده في الاطراف، كبروها احجامها على اساس تشوفها وهي جايه، حتلاحظوها يا شباب في الجيم. ملزهار عملوا له شويه تغييرات غريبه صراحه، مع انه هو المفروض انه بالانس في الجيم، يمكن هو اقل من بالانس. التعديلات اللي عملوها هذا بيحاولوا يرجعوه في الجيم، وفي نفس الوقت اظنهم غلطوا كم غلط خرجوه من الجيم، ما ادري حشوف. ال دبليو حقت الكوست كانت 40 صار تصير شارجين بدل شارج واحد، صار فيها نظام شارجز برضو. هاف 3 هيلث اند تيك دامج سيميلر تو زايرس بلانت، يعني كل ما تضربها ضربه 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 تشيلها على طول بدل ما هو يكون عندهم هيلث عادي. ان سبيلز ديل 1 دامج بلا بلا بلا، نقصوا الفيزيكال دامج حقهم ولا سوري زائد 4 بونس زائد 4 بونس 40% غيروا. ايوه هذه كان في المية دامج توتال اتاك دامج على حسب اتاك دامج حقك بالمية، دحين خلوه ستاندرد بونس اتاك دامج، وهذا معناه نقصوا الدامج حق الويلد الوايلد لينكس مره كثير يا شباب، اظن نقصوه مره كثير. الماجيك دامج حقهم كان 1.1 ability ratio صار 0.2 ability ratio عشان يعوضوا على التنقيص اللي نقصوها في الفيزيكال دامج هنا. Voidlings can spawn other Voidlings within 3 seconds of W cast، اول كان 8 دحين صار 3، هذا برضو بف بسيط. شالوا السبون لما يقتلوا مينيونز، هذا التغيير اللي حتغير الميكانيكس حقته مره كثير. يس اول كان كل ما المينيون يقتلوا مينيون يطلع سبون، دحين شالوها نهائيا، هذه حيتغير طريقة لعبه. Voidlings deal 300 damage to minions affected by الاي طبعا حقت ملزهار، فيضربوا الشامبيون اللي عليه الاي مرة كثير، وعارفين انتو ملزهار اصلا من يوم ما يحط الاي على واحد تلاقي كل الشامبيون سوي جنب عليه. No longer execute low health minion enemies are execute functionality، فما حيقدر يسوي clear minions زي ما كان يسوي لهم clear مرة بسرعة. عشان كده بنقول شباب سووا عليه مجموعة تغييرات غريبة، يعني هو already شوية ضعيف في الماتشابس حقت الميت الجديد، فقاموا نقصوا ال push power حقته، فيمكن ناس كثير ما عاد يلعبوه على أساس ما عنده الشوب capability اللي هو يدف للتورات يدف المينيونز زي ما كان يدفها أول. طبعا لازم أشوف لأن أنا ماني متأكد، أنا هذه تحليلي من وجهة نظري اللي أنا شايفه يعني على الشامبيون، بس حنشوف كيف يتلعب بالطريقة الجديدة. No longer gain 50 attack speed when 3 or more are active، شعروا attack speed buff برضو. Voidlings now only gain bonus movement speed towards priority targets if they are within 600 units، لو كان يعني ما يجي الموفمنت سبيد buff على الشامبيون اللي بيضربه إلا لو كان
بالرينج حق 600، مو هو في اخر الدنيا هناك وتقوم تلاقي المينيونز يفكوا سبريت كده ويوصلوا له. حنشوف التغييرات هذه ايش تسوي فيه صراحه. ما اظن اظن التعديلات هذه خرجته حبتين من الجيم او من الميتا الحاليه، يمكن يدوا له كم بف بعدها بعد الباتشات اللي بعدها على اساس يحاولوا يظبطوا التعديلات هذه. اوريانا بك فيكس ما هو ضروري. رينجر ما سووا له نيرف يا عيال، ما سووا له نيرف يا عيال. هذا كل اللي اقدر اقوله يعني، ما سووا له نيرف يا عيال ولا شيء. ما سووا له فيكس ذا باك كوزينج بون توث نكل تو ستوب وركينج اف رينجر واز ريفايف ثرو جاردين انجل. كان لو رجع بجاردين انجل ولا بزيليان التي كان الباسيف حقه التوث اللي هو البيرمننت اتاك دامج اللي كان يجي عليه زياده كان يختفي نهائيا فوربت. ما سووا له نيرف يا عيال. بعد كده شن يبي يرجعوا الميتا. شن ما عارفينه كان الميتا حقته مره كويسه مع مع الـ مع الـ مع الـ يعني من يوم ما يكون في اساسنز دائما شن على طول يرجع للميتا على اساس شن يقدر يوقف الاساسنز كومبليتلي. فادوله ارمر جوث زودوا له ارمر جوث حقه وزودوا له هيرث جوث حقه على اساس بس يحاول يرجع في الجيم. يوريك كلنا عارفين انه هو بطل الجيم نهائيا. يوريك وانس again walks into range to cast dark position rather than casting it at max range in the direct direction. عملوا تعديل على على الدبليو حقته اول يا شباب كان once again walks into range to cast عملوا تعديل اول عليه غيروا الدبليو حقته. فانت لو حطيت الدبليو في مكان مره بعيد حيسوي لها كاست في الماكس رينج حقك على طول. رجعوها صار لا، لو حطيت الدبليو مثلا قدام على قدام شويه الشامبيون حقك حيمشي وبعدين يحطها هناك. item changes blade of the rune king لانها تقريبا برضو صارت ما تنبني على مجموعه شامبيونز محددين قالوا نبغى نرجعها الجيم مره ثانيه، بالذات انه دحين الميتا برضو زي ما قلنا تانكس ميتا، زودوا التانكس ضفوهم اعطوا لهم تانكس اعطوا لهم كارج اوف كولوسس حقت الماستري، فصار عندهم امكانيه انه يعني صاروا اتنك من اول كثير. فرجعوا هذه زمان كانت 8% نزلوها 6 دحين نزلوها 8%. ايش معنى الكلام هذا؟ معناها فين حتصير مره اوبي، معناها لوسيان حتقدر تلعب ببليد اوف ذا رون كينج في مره ثانيه، عشان كذا شفت لها بارد. هتلاقيها طبعا از هذا بف ان دايركت على طول على از، اي تشامبيون يلعب ببليد اوف ذا رون كينج هذا بف دايركت وان دايركت عليه على طول. غنوسو سووا لها بف حطوا عليها اتاك سبيد 25%، ماني عارف ليه سووا تشينج هذا صراحه. هم على اساس طلعوها من الجيم وقالوا هم اصلا ما يدوها للناس اللي عندهم اتاك سبيد. طبعا هذا باف دايركت طبيعي لتريستانا، باف لكوغماو، باف لاكالي، باف لاي احد كان يشتري الايتم هذه وشالوا منها الاتاك سبيد الحين رجعوا لهم اياها. ف ما ادري ليش ستاركس جيج خفضوا سعرها على اساس يبغوا يشوفوا الناس يشتريها. ستاركس جيج تقريبا طلعت من الجيم ما صار في احد يشتريها لانه صارت ما تنفع الا في حالات مره خاصه. يعني الحين عندك ماو البفات اللي اكلها ماو صارت دائما الناس يشتري ماو بدل ستاركس جيج لانهم دي شير ذا سيم كول داون، ما تقدر تشتري هذا وماو في نفس الوقت لانه لو اخذت الشيلد حق واحد الشيلد حق الثاني ما يشتغل. هذا ايتم لتويستد تري لاين اي دونت كير اباوت ات. بعد كده رحنا على الجنجل شويه تعديلات على الجنجل. بلانس ار ناو اميون تو كريتيكال سترايكس اند لايف ستيل، ما عاد صار يجي لها كريت ولا عاد صار يجيها ولا تاخذ منها لايف ستيل. بلاست كون كان فيها شويه بقات عدلوها، كوز بلاست كونز تو لانش هيم فورورد انستد اوف باكورد هذا فاين. الهاني فروت برضو سووا عليها شويه بقات ايش نشوف فيكس باك وير انمي سام تايمز فليكرد اوت اوف فيجن، على واحد ضغط يخرج من الفيجن والثانية انت المفروض انه رايح على قدام تقوم ترجعك على ورا بالغلط. الهاني فروت كان فيها بق كانت تحطك ان كومبات لو جيت اكلتها والمفروض ما تحطك ان كومبات شالوها. داشينج اور موفينج فيري كويكلي اوفر هاني كروز ويل سام تايمز فيل تو بيك ذيم اب، لو كنت مسوي فلاش او مسوي داش ولا بتمشي بتجري عندك موديفاير حق اتاك موفمنت سبيد بسرعه وتجري فوقها كان ما تاخذها عدلوها. updated the indicator texture to be less noisy and misleading. عادي بس كده تعديل على الشكل حقه. الاكسبيرينس في الجنجل كان في bug where you wouldn't get bonus experience from your jungle item when killing. كانت في experience issue عدلوها. الرابترز شالوا الاكسب من الرابتر الكبير نقصوه من 65 ل 15 لانه انت عارفين صار في 6 في الريتس التشيكنز يعني صاروا 6 صاروا في 4 ولا 5 صغار ولا 6 صغار والله ماني فاكر واحد كبير. فصار كان كل الجنجلرز يروحوا على طول عليه عشان ياخذ اكسب لانه الاكسب اللي كانت تعطيها مره عاليه. فدحين صار زي البقيه المفروض انهم عايدين نفس الشيء.
الكراجز عشان كان مره صعب, والاكس بي اللي كان يديها اقل من الريتس قاموا قالوا لا نبغى الكراجز يدوا اكس بي زياده, فشالوها. الليسر كراجز الصغار كانوا يدوا 5 صاروا يدوا 15. اف تيليبورت اور ريكول شانل از انتربتد باي سم ون اذر ذان يور سيلف ذا كاميرا ويل ناو سناب تو يور لوكيشن. هذه تعديله على الحياه. لو انت مثلا بتسوي تيليبورت وبتطالع في الميني ماب في محل ثاني, او بتطالع في الماب في محل ثاني, ولا بتسوي ريكول وبتطالع في الماب في محل ثاني واي احد ضربك, الكاميرا على طول هتيجي فوقك. لي كلاينت ابديتس, هذا كلاينت الجديد عارفينه دحين شباب بيسووا رولاتهم, شباب جالسين يعدلوا كل التعديلات حقته ونزلوا الفيتشرز. دحين شغلوا الريبلايز على كل السيرفرات. Players can now see the list of public custom games. هذه كانت ما هي شغالة. هذه من الحاجات اللي خلتني ما أنزله حاليا, إنه ما تقدر تشوف الكاستم جيمز كلها. دحين تقدر تشوف الكاستم جيمز كلها. Can now sort and filter their hextech crafting inventions. برضو الهكستك كانت تقدر دحين تدخل عليه وتسويه في الجديد. نزلوا fixes يعني كثير بيقولوا عدلوها في الفشالات هذه. Default audio levels صلحوه, كان في مشكلة في الفويس. Patch will prompt to update League of Legends desktop icons correctly, شيء في الايكونز عدلوه. Process should no longer remain running, هذه شيء في البروسيس كانت تشتغل حاجة لما نشغله كان يجلس البروسيس شغالة هو مطفي اللانشر برضو تبقى شغالة فعدلوها. حتشوفوا تعديلات مرة كثيرة على الـ على الـ على الـ كلنا عارفين عشان الكلاينت الجديد ما يحتاج اتكلم عنها بالتفصيل. نزلوا ادوا ايكون جديده. We haven't forgotten about the alpha summoner icons. If you logged into the updated client prior to November 15th you will be receiving your summoner icon. اللي دخلوا طبعا راحت عليه, اللي دخلوا على الـ على الـ على الكلاينت الجديد قبل يوم 15 نوفمبر بعد يوم 29 حيجي لهم ايكون summoner icon جديده. Yes. Position preference autofill has been enabled to all queues with position preference. There is a low chance that you receive out of position you did not select the primary blah blah blah. هذه فكرة الاوتوفيل يا شباب, كانوا قايلين على اساس الماتش ميكينج ما يطول كثير. انت اخترت الاول واخترت الثاني, اذا مر الماتش ميكينج طول وما لقوا اي حاجة حيحطوك ممكن حاجة ثالثة زي ما بيسووا في دايموند ولا هذا, بس يقول لك الامكانية انه هذا يصير مرة ضعيف. اوكي, بس ممكن كده فجأة تلاقي نفسك في لين ثالث. اوكي, you are guaranteed to get your primary or secondary position if you are recently been autofilled. اذا صار عليك autofill الجيم اللي فات اللي بعدها ما حيجيك, او اذا كنت في البروموس حقتك they will guarantee ما في autofill, حيدوروا لك على حاجه من الاثنين اللي في البدايه. نفس الكلام الاول عملوها برضو في الدرافت كيوز. bug fixes, شاكو and LeBlanc clones weren't properly transferring kill credit to شاكو. اول كان لما الكلون ولا حق شاكو ولا LeBlanc ياخذ كل احيانا ما تجي الكل ما تجي الكل افكت عليها, يعني زي بيقولوا المجاي ما يصير له تحديث. causing mastery alpha strike cooldown to sometimes not display properly display. البقية الباك فيكسز البقية ما لها اي معنى, يعني ما هي بحجم والله ممكن اتكلم عنها. وكذا يا شباب خلصنا باتش نوتس حق 6.23. نشوفكم على خير في الباتش نوتس الجاي وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي